معايا دلوقتي على التليفون دكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه. برحب بحضرتك معنا دكتور طارق، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذه لبنى، اتفضلي. خليني من اللي انا بتكلم فيه دلوقتي تحديدا دكتور طارق، يعني انتقاد الاداره الامريكيه، اداره ترامب لوسائل الاعلام الغربيه فيما يتعلق بالتعامل مع الارهاب واشاده الخارجيه المصريه، شايف ده ازاي يا فندم؟ يعني خلينا نقول انه طبعا رؤيه الرئيس ترامب اتجاه وسائل الاعلام رؤيه مرتبطه طبعا بمواقفه السابقه، سواء كان في اثناء فتره الحمله الانتخابيه او بعدها، واليوم ايضا بيتكرر نفس التوجه السياسي إذا إشكاليات عديدة بتعرض لها المجتمع الأمريكي دلوقتي. أيوة. بالنسبة لمشكلة الإرهاب، وبالنسبة طبعا بطبيعة الحال إلى القضايا الأخرى. الاشتباك مع وسائل الإعلام الغربية من خلال الرئيس ترامب وتغريداته المتتالية لن تجعله يصطدم فقط بالمؤسسات صنع القرار والسياسات العامة في الولايات المتحدة، لكن طبعا هيصطدم أيضا بعد قليل بالمنظومة الأوروبية وأعتقد أيضا الدولية. القضية ليست الإرهاب حضرتك، الآن الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة دستورية حقيقية تجاه توجهات هذا الرئيس، ولن تتوقف بطبيعة الحال مع مناكسته للقضاء والأحكام التي تتالت، لأننا أمام سيناريوهين ربما يكون أحدهما سيناريو صفري في التعلق بالتعامل مع الرئيس ترامب حتى هذه اللحظة. بعض يتحدث عن سيناريو أن الكونغرس سيتدخل ويحسم كثير من الأمور سواء في الرؤى أو التصورات أو التوجهات، رغم أنه طبعا كما تعلمي أنه لديه الأغلبية الجمهورية، لكن الإدارة الأمريكية اليوم طبعا مختلفة تجاه قضايا عديدة ليست قضايا التعامل الرئيس مع إشكاليات وسائل الإعلام أو الإرهاب أو التطرف أو رؤيته للمنظومة الإقليمية والصناعية، ولكن بطبيعة الحال لمجمل القضايا الأخرى. نائبه حتى اختلف معه بالنسبة لكثير من القضايا خلال العشر أيام الماضية، فنحن أمام طبعا رئيس ربما ستكون هناك يعني رؤية مختلفة تماما، خصوصا وأنه بطبيعة الحال ربما يرحل الأمر في كثير من الملفات السياسية والتوجهات إلى هيئات ومؤسسات بس أخرى. بس دكتور طارق، الرؤية المختلفة حضرتك تكلم عنها، هو قادر على تنفيذها، قادر على محاربة الإرهاب في الوقت الحالي، يعني هو في معارك داخلية زي ما احنا أشرنا دلوقتي هو مشغول بها، فيقدر أنه يبقى عنده من الآليات وعنده شغل يحققه بالنسبة للتعامل مع الإرهاب والتنسيق مع مصر وغيرها من الدول في المنطقة، ولا الأمر ده أو الملف ده مؤجل لغاية ما يتم يعني الانتهاء والفصل في هذه المعارك على المستوى الداخلي الأمريكي؟ لا، شوفي حضرتك أستاذة لبنى، القضايا الخارجية هتبقى قضايا بطبيعة الحال مرحلة، يعني لا تصدقي أنه لديه الرؤية الكاملة للتعامل مع إشكالية الإرهاب خلال 30 يوما أو ما يقوله، أو أنه يطلب من قادة أجهزة المعلومات أو الاستخبارات التعامل مع المشهد الخاص بتنظيمات الإرهاب. هذا منطق قواه وليس منطق المؤسسات ومراكز صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس ترامب منشغل خلال 14 يوم الماضية بقضايا كما أشرت قضايا داخلية، فلا تكفي معه هنا عن دور في سوريا أو دور في الإقليم أو دور في الشرق الأوسط أو في دور في مكافحة الإرهاب أو في دور في التعامل مع الاتفاق النووي 5+1. هذه قضايا السياسة الخارجية التي لا تشغل كثيرا يعني المسؤولون اليوم في إدارة ترامب قدر ما يشغلهم في هذا التوقيت اللي حضرتك تتكلمي فيه، هو حسم قضية الرئيس ترامب وتعامله مع مؤسسات صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك بالفعل أزمة دستورية حقيقية تحياها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الحديث هنا بقى عن مكافحة الإرهاب ومواجهته ربما يأتي بدرجة تالية، هو طبعا حدد دور كبير للدولة المصرية والأردن في مكافحة الإرهاب، هو ذكر أن دور مصر والأردن دور محوري ودور كبير ودور هيبقى مركزي، لكن أعتقد أنه تناوله لقضايا السياسة الخارجية حضرتك سيكون مرحل بعض الوقت إلى حين ينتهي من أزمات الداخل، وأزمات الداخل ليست أزمات سهلة. الرئيس ترامب اصطدم بوسائل الإعلام ثم بمؤسسات عتيقة زي أجهزة المعلومات وتحديدا CIA ثم الآن القضاء، فكلها أمور طبعا تجعل الرئيس منشغل بقضايا الداخل، خصوصا وأن هناك أحاديث كثيرة حول التعامل مع الرئيس من داخل مؤسسة الكونغرس نفسها. هنا سوف يكون هناك طبعا علامات استفهام حقيقية حول ما سوف يحظى به من دعم من الحزب الجمهوري،
وهناك مخاوف طبعا من مأزق دستوري ربما تتدخل المحكمة العليا في حسمه لمسألة القرارات الخاصة بحظر السفر بعض مواطني الدول الإسلامية. شكرا أو مواطني بعض الدول الإسلامية. شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لحضرتك.